السلام عليكم اخوان، لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون مزيان. اليوم ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نديروا ريزيت لهاد السويت سيسكو. لي ريفيرونس ديالو هو اس جي 350، هذا سويتش 24 بور، وفي 4 ديال لي بور اس اف بي و 2 بور جيجا بايت. انا كاينين لي بور بي او او لي هما 24، وهنا كاينين 2 بور جيجا بايت، وهنا 2 بور جيجا بايت لل اس اف بي دي. المهم ما علينا، اليوم ان شاء الله نشوفو كيفاش ترانزيشيو هاد سميتو. مثلا تكون فيه واحد الكونفيك، من بعد كنبغيو نحيدوها كنبغيو نديرو اوتر كونفيك، يعني عندنا البوسيبيليتي ان نديرو ليه ريزيت باش نعاودو نديرو ليه لا كونفيكيراسيون. المهم كاين هاد البوطونه هادي ديال ريزيت، كن اون كليكين عليها هنايا، كنكليكيو عليها تقريبا واحد 10 سكوند. كيف كتشوفوا من بعد كيشعلوا هاد اللي كيشعلوا هادو. شتي دابا راه تالي الروزيت، من بعد غنشوفو غندخلو لي غن لقاو بلي رتينيسياليزا. كنشكروكم، متنساوش تدعمونا.